أول تعليق من ياسمين الزيتون بعد تتويجها وصفة أولى لملكة جمال العالم، شعب لبنان قوي ومميز. ياسمين على ياسمين. تصدر اسم ملكة جمال لبنان ياسمين زيتون التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوزها بالمركز الأول بين المتباريات من قارتي آسيا وأوقيانيا ووصيفة أولى في مسابقة ملكة جمال العالم. وتفاعل اللبنانيون على مختلف مستوياتهم بتأثر وفرح مع حلول ياسمين زيتون في ظل ظروف بلدهم الصعبة، وصفة للتشيكية كريستينا بيشيكوفا التي انتخبت مساء يوم السبت في الهند ملكة جمال العالم. My crown هو بداية قصة نجاحي. It represents the voices and dreams of young women موجودين بلبنان. وفي التفاصيل، أعربت ياسمين الزيتون التي ارتدت فستانا أزرق براقا في تصريح لوكالة فرانس بريس بالهاتف من الهند عن اعتزازها بكونها مثلت لبنان بطريقة جميلة وحصلت على لقب الوصيفة، لافتة إلى أنها المرة الأولى التي يصل فيها لبنان إلى هذه المرحلة في انتخابات ملك جمال العالم. قدرت أني أحكي عن لبنان وفرج العالم شو هو لبنان. I'm so proud, I'm so happy. كما تابعت ياسمين زيتون المنحدرة من بلدة كفرشوبة في جنوبي البلاد، فعلت كل ما في وسعي ونقلت صوتنا كلبنانيين وتحدثت عن كل ما يحصل في لبنان وحاولت أن أظهر للعالم كم أن شعبه قوي ومميز. In Lebanon, I've learned how to spread love wherever I go, how to have respect and how to write. وفي هذا السياق، أعربت أسمهان الهلالي والدة ملكة جمال لبنان ياسمين زيتون عن سعادتها الكبيرة بعد فوز ابنتها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم في نسختها 71. وقالت والدة ياسمين زيتون في تصريح لفوشيا إن ابنتها تستحق الفوز بهذا اللقب، مشيرة إلى أنها كانت تتوقعه كونها تمتلك المقومات الجمالية. يعني شيء بيرفع الرأس خصوصا لأنه ياسمين عملت فيه حلو كده لبنان، وبعتقد أنه كل ما فوز. وعن فوز ياسمين بهذا اللقب بعد تتويج جورجينا رزق عام 1971 بلقب ملكة جمال الكون، علقت: عملت شيء بينرفع فيه الرأس وكتير مهم للبنان، لأب سيتم تنقله لولد الولد. ووجهت اسمهان هلالي رسالة إلى ابنتها ياسمين زيتون، قالت فيها: يا قلبي يا روحي، أرفعتي لي رأسي وكلنا فخورين بك. ونفست ياسمين حتى المراحل الأخيرة للمسابقة ونجحت في حصد لقب ميس وورد آسيا أند أوسينيا وكذلك لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم 2024.